براورد بسالين رابردو مات اي هوشبر سي لصد و پنجه لصد زيادی کردوها امش حکارکه گرتوا بو بیکاری و او رج زور گنجه که بیکارن و درفتی کارین بون رخصاو و خلافی باری بجوی جانین و کارکه کوئی که گنجه پنابن بر اماده هوشبرانه لراسی دا براورد بسالی پر سال 2019 رژی او کسانی که کارهنری ماده هوشبر بود 11000 کس بوله هرمی کردستان کم رژی که زور براورد بسالان را بردو و اوشی که لامارو داتاکانی وزارتی نوخو سایی شو دستمان کوتوا رژی که زیادی کردو و رژی که زور برچاو اگری او درست که ام مدرسی که اجگار گوره درست که لسر کوملگا بگو من اوی که جی جگه هلو سکردن لسر کردن و خوی امو گره خلایف و کس کار جدی لسر کین جورگ لما او مادانی که مترسیدار نهاری میکرسان تشنی سندو ایکی لما دانا ماده کریستالا که ماده ایکی اجگار مترسیدار و دکاتو درست شوازی درست کردنی ستاسات کیمیایی اما ماده لهاری میکرسان بر بلاو و لولات ایران بر همه هندید و هندید کردستان و چی وکو بکار هنان و چی بازرگانی پیو کردنی وکو خیلکی بازرگانی لهاری میکرسان و تیفارا کری با سوریا و لیش و با بلاتانی اوروپا احنا كمديرية مواد مخدرات في مديرية أسيش سليمانية تم خلال الفترة الماضية سيطر على مجموعة من الأشخاص وتم قبض عليهم وكونهم 23 واحد وخلال هاي المداهمات تمكننا من سيطرة على مجموعة من الأشخاص وعلى المواد المخدرة التي يقومون باستعمالها
وأيضا تم قبض على واحد سيارة من نوع فورد التي كان بحوزته 99 كيلو مواد مخدر أو مادة أولية لصنع مواد مخدرة. خلال الفترة الماضية تمكنا القوات التابعة لمديرية أسايش السليمانية وتابعة لمديرية مكافحة المخدرات السليمانية القبض على مجموعة من الأشخاص الذي كانوا يقومون بتجارة المواد المخدرة واستعمال المواد المخدرة. بطبيعة الحال طول الحدود بين أقليم كردستان والعراق مع إيران يجعل من هذه الأرض قابلة وسوق لنقل تسويق المنتجات الصناعية الإيرانية، وحتى قد يكون هدفا لتصدير المخدرات وباقي الممنوعات. في أقليم كردستان المؤشرات تشير إلى تصاعد خلنا نقول نسبة التجارة بها، هذه أمر طبيعي في ظل إذا أخذنا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية في الجانبين. إيران تعاني من حصار أمريكي خانق، إقليم كردستان أيضا هناك معدلات بطالة مرتفعة، هناك أزمة مالية تدفع بكل تأكيد الشباب إلى الانحراف. معالجة هذا الأمر يكون بتشديد الإجراءات الوقائية في الإقليم والعراق في الحد من دخول هذه المواد عبر المنافذ، وحتى منع تهريبها إلى إقليم كردستان وإلى العراق. الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان هم المعنيين بالدرجة الأولى محاربة هذه الظاهرة. أما في الجانب الإيراني فلا أعتقد أن هناك ما سيمنع أو يقلل تصديرها، بالعكس قد تكون إيران أيضا كما العراق أو إقليم كردستان مجرد ممر لبضاعة، هي أصلا قد تكون آتية من بلاد السند من باكستان وأفغانستان. حتى ما يهمنا هو في الإقليم والعراق اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع تفشي هذه الظاهرة بشكل أكبر، لأن تداعياتها ستكون خطيرة على بنية المجتمع.